حالة من الطوارئ والاستعدادات في المنازل المصرية استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد غداً السبت. الأمر لم يقف عند الأسر في المنازل فقط، بل شمل الحكومة. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال إن اجتماع مجلس الوزراء أمس الخميس ناقش استعدادات بدء العام الدراسي الجديد، مضيفاً أن الدراسة ستبدأ يوم السبت المقبل في 3 صفوف دراسة بالمنظومة الجديدة للتعليم، وهم رياض أطفال أول وثان وأولى ابتدائي. رئيس الحكومة قال أيضاً إن النظام الجديد لا يعتمد على توزيع التابلت فقط، وإنما التابلت جزء من المنظومة فقط، وإنه تم توصيل 95% من شبكة الفايبر لجميع المدارس، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من توصيل باقي المدارس في 5 أكتوبر المقبل. وذكر أن الحكومة تعاقدت على 708,000 تابلت لتوزيعهم على الطلاب، موضحاً أن الحكومة سوف تتسلم اليوم 100,000 تابلت. وزارة التربية والتعليم استبقت الموسم الجديد بإجراءات جديدة. الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين أعلن أنه سيتم حظر استخدام جميع الأجهزة المحمولة في جميع المدارس الحكومية المصرية على الطلاب والمعلمين، وكذلك منع التدخين بشكل كامل. وأضاف نائب وزير التعليم أن مصروفات المدارس الحكومية سيتم دفعها في البنوك للضبط المالي ومنع مشكلات الأعوام الماضية وإعداد قاعدة بيانات بالأيتام والأرامل وأبناء الشهداء. مع كل هذه الاستعدادات، هل ستنجح الحكومة ووزارة التعليم تحديداً في المرور بالعام الدراسي الجديد دون عوائق؟ نشوى عبد العاطي، مساء دريم.